السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي لوح كتيره جدا وعايز اطبعها، سواء هطبعها على البرنتر او هطبعها بي دي اف او دي دبليو اف، هياخد من وقت كتير. انا لو عندي 500 لوحه هياخد من وقت كتير قوي. ففي امر اسمه بابلش، تمام؟ الامر دوت مهمته ايه؟ مهمته ان انا اديله اللوحه كلها وهو يطبعها، فبيوفر له وقت كتير قوي، تمام؟ ممكن تديله مثلا 1000 لوحه وتقول له ابدا اطبعها لي، فهو يبدا يطبعها، بس ببدا اظبط الاعداد بتاعتها، تمام؟ هنا ممكن يكون انا عندي شيت ليست فابدا اظبطها، ممكن يكون عندي اقدر اضيف اي لوحه انا عايزها من هنا، تمام؟ يعني ممكن اختار مثلا لوحه من هنا بالشكل دوت، تمام؟ او ديت، ممكن تضيف عدد كبير. هو بيقول لك انت عايز تاخد الموديل بس ولا اللي اوت بس ولا تاخد الاثنين، تمام؟ انا عايز اللي اوت بس. عايز اسم اللوحه يظهر معاك ولا عايز بس اللي اوت الصغير اللي هنا؟ لا، انا عايز اسم اللوحه برده معايا. سيلكت، هيبدا يدفهم. ممكن تضيف 1000 لوحه، مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ طيب بعد كده انا عايز ابدا اظبط الالوان وعايز اظبط اعداد الطباعه، فلازم اختار من هنا بيج سيت اب، تمام؟ طيب اختار حاجه زي كده ازاي؟ ان هقول له سيف. طيب اول حاجه لازم اعملها ان انا اسيف اللوحه بتاعتي، حتى لو هي مسيفه قبل كده لازم تديها سيف كمان، تمام؟ يعني لازم اخر امر قبل البابلش يكون سيف، تمام؟ وبعد كده هكتب بيج سيت اب وابدا اظبط الاعدادات بتاعتي. يعني هقول له نيو واقول له ايه، سميها مثلا الاسم دوت، ده اسم الاعداد بتاعتي، واقول له انا عايز مثلا نوع الطبعه اللي هتطبع عليها، والورق بتاعها هيبقى نوعه ايه، E1 مثلا. عايز تطبع كله ولا عايز تعمل ويندو على الحته اللي انت عايز تطبعها؟ عايز تسنتر الحاجات فيت تو بيبر، عايز تطبع لاندسكيب، الوان الطباعه اللي هتطبع بيها ابيض واسود ولا الوان ولا الشيت بلوت. تبدا تظبط الاعداد بتاعتك وبعد كده تقول له اوكي. يبقى انت مجرد ان انت اخترت ده، هو ده الاعداد بتاعه الطباعه بتاعتك، تمام؟ طيب هقول له سيف وبعد كده هقول له بابلش. تقدر تختار الحاجات اللي انت عايزها وبعد كده بتعمل سيلكت هنا وتبدا تختار الطبعه اللي انت عايزها. احنا هنا شغالين على طبعه اللي هي ديت، تمام؟ بعد كده بتختار هنا الستاتس. لو اي واحده من دول متعلم عليها غلط لازم تشيلها، لان انت لو مشلتهاش ساعه الطباعه هتعمل لك مشاكل، تمام؟ فانت لا، شيلها افضل قبل ما تبدا شغل. تمام، وهنا بعد كده بتقول له سيف، تمام؟ هنا بيقول لك اللوحه لسه مش في لوحه من اللوحه دي مش من السيف، اعتقد هي اللوحه ديت، تمام؟ فلازم تسيفها قبل ما نعمل امر بابلش، تمام؟ ممكن نعمل امر بابلش من اي لوحه. محمد تختار البيج سيت اب بتاعتك، تقدر تضيف لوح من هنا، تقدر تشيل لوح من هنا، تمام؟ دي فيها الاعداد بتاعتها الطباعه. تقدر تعمل امبورت لاي اعدادات للطباعه انت عايزها. وبعد كده تقول له عدد النسخ. عدد النسخ دي يبقى انت بتطبع في الطبعة عادية، انت تقول له بقى بي دي اف على اساس ايه تبدا تظبط لك بي دي اف. هنا هتقول له بابلش اوبشن مالتي شيت، هيطبع لك كل بي دي اف في واحد بي دي اف، فانا بفضل الصراحه ان انت تشيل العلامه ديت وتطبع كل بي دي اف لوحده. وانا بيقول لك انت عايز الليار، عايز الهايبر لينك، عايز البوك مارك، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. وهنا المكان اللوكيشن اللي انت هتسيف فيه الملفات اللي هتعمل لها بابلش، تمام؟ لو عندك اي حاجه هنا محطوط فيها علامه غلط شيلها، لان ده هيوقف لك الطباعه. وبعد كده تقول له بابلش، فهو يبدا يعمل بابلش، وتاكد دوس سيف،
تمام. لو دوس سيف وجاب لك اللي انت سايف في الملف اللي هو دي اس دي، معنى كده ان هو يعمل معاك بابلش بدون اي مشاكل خالص. لو رفض يبقى كده في لوحه مش من سيفها، تبدا تسيفها، تبدا تشوف ايه المشاكل اللي موجوده.